بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 1 يناير سنة 1259 سيف الدين قطز يخلع نور الدين علي بن أيبك ويتسلم الحكم سلطاناً على مصر. أما سنة 1531 تم تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي. وسنة 1651 تشارل الثاني يتولى الحكم في اسكتلندا. أما سنة 1801 اكتشفوا أول نيزك على سطح الأرض. وسنة 1985 تم إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة. وكمان زي النهاردة سنة 1999 كان بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة اليورو. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة 1 يناير سنة 1959 اتولد رائد الفضاء الأفغاني عبد الأحد موموند، وهو ثالث مسلم يصل إلى الفضاء. أما سنة 1981 اتولدت الممثلة الأمريكية إيدن ريجل اللي من أعمالها Year One. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1953 رحل المغني الأمريكي هانك ويليامز واللي من أعماله I Saw the Light. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 1 يناير من كل سنة هو رأس السنة الميلادية واليابانية. وزي النهاردة سنة 1979 كان العرض الأول لفيلم الشك يا حبيبي تأليف سمير عبد العظيم وإخراج بركات، والفيلم بطولة شادية، محمود ياسين، ناهد شريف، يحيى شاهين، سناء جميل وعمر الحريري. أما سنة 1983 اتعرض لأول مرة فيلم إن ربك لبالمرصاد، قصة بشير الديك ومحمد حسيب، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج محمد حسيب، بطولة يسرى، محمود ياسين، حسين فهمي، سهير زكي، صلاح نظمي ومحمد شوقي. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.